والدك حكي معك بموضوع المنتخب، هل شفت انه هو متحمس انك انت تكون موجود مع منتخب سوريا؟ انا ابوي كنت احكي معه كل 5 ايام 4 ايام مره، صرت احكي معه كل يوم شي 5 6 مرات، فهو كتير كتير متحمس ومبسوط وفخور انه بدي العب مع المنتخب السوري. طبعا اكيد بدي اوجه تحيه للسيد عبد الكريم اللي انا متواصل معه بشكل مباشر، وعم شوف قديش هو متحمس، قديش هو يعني عنده امل انه يشوفك بتمثل منتخب سوريا. حكى لي هالشيء اكثر من مره، وان شاء الله الامور تكمل على خير كونه صار في تواصل بينه وبين المعنيين في اتحاد كرة القدم، وان شاء الله الامور كلها بتكون تمام.